التسامح والعفو. التسامح والعفو. للشاعر أحمد الكاشف. للشاعر أحمد الكاشف. في وسط قنطرة تلاقت ذات يوم النعجتان. في وسط قنطرة تلاقت ذات يوم النعجتان. بالكبرياء شهيرتان غليظتان عنيدتان. بالكبرياء شهيرتان غليظتان عنيدتان. إحداهما نظرت إلى الأخرى بعين الامتهان. إحداهما نظرت إلى الأخرى بعين الامتهان. ودنت تصيح الآن لأخل الطريق بلا تواني. ودنت تصيح الآن لأخل الطريق بلا تواني. فأجابت الأخرى بكبر لست أبرح عن مكاني. فأجابت الأخرى بكبر لست أبرح عن مكاني. واشتد بينهما اللجاج. واشتد بينهما اللجاج. فهاجتا تتدافعان. فهاجتا تتدافعان. حتى هوت في لجة اليم الخضم الاثنتان. حتى هوت في لجة اليم الخضم الاثنتان. ويلاه من عقب التناهي في الشراسة والتفاني. ويلاه من عقب التناهي. إن السلامة والكرامة في التسامح واللين. إن السلامة والكرامة في التسامح واللين. العفو. التسامح والعفو. التسامح والعفو. في وسط قنطرة تلاقت ذات يوم النعجتان. في وسط قنطرة تلاقت ذات يوم النعجتان. الكبرياء شهيرتان غليظتان عنيدتان. إحداهما نظرت إلى الأخرى بعين الامتهان. إحداهما نظرت إلى الأخرى بعين الامتهان. ودنت تصيح الآن لأخل الطريق بلا تواني. ودنت تصيح الآن لأخل الطريق بلا تواني. فأجابت الأخرى بكبر لست أبرع عما كاني. أجابت الأخرى بكبر لست أبرع عما كاني. واشتد بينهما اللجاج فهاجتا تتدافعان. واشتد بينهما اللجاج فهاجتا تتدافعان. حتى هوت في لجة اليم الخضم الاثنتان. حتى هوت في لجة اليم الخضم. في لجة اليم الخضم الاثنتان. في لجة اليم الخضم الاثنتان. ويلاه من عقب التناهي في الشراسة والتفان. ويلاه من عقب التناهي في الشراسة والتفان. إن السلامة والكرامة في التسامح واللين. إن السلامة والكرامة في الكلام هنا هو بيكلمنا على الايه، على التسامح والايه والعفو. الانسان لما يتسامح مع كل انسان هيجنب نفسه كثير من الايه، من المشاكل وكثير من العنف. فبيقول في وسط قنطرة تلاقت ذات يوم النعجتان. في نعجتين اتنين اتقابلوا مع بعض، نعجة شمال ونعجة ايه ونعجة يمين، اتقابلوا مع بعض وفي وسط قنطرة. قنطرة يعني ايه؟ زي كوبري صغير كده. هما الاثنين اتقابلوا، واحدة جاية في الشمال واحدة جاية في اليمين، بس ايه الأمطرة دي بتبقى كوبري صغير جدا، يا دوبك الايه النعجة تعدي بس. بالكبرياء شهيرتان غليظتان عنيدتان. هما الاثنين متكبرين، دي مواصفات النعجة. وغليظتان عنيدتان بيعندم وما بتتنازلش عن ايه، عن رأيها، ولا بتتسامح. واحدة منهم بتتسامح للأخرى أو بتعفو عن الايه، عن الأخرى. فدي تقول لها وسعة ودي تقول لها وسعة، لا دي عايزة توسع ولا دي عايزة ايه توسع. احداهما نظرت الى الاخرى بعين الامتهان. واحدة بصت للتانية كده من فوق لتحت، ها، بعين الامتهان كده، ها، وبتقول لها ايه بقى؟ ودنت تصيحة، قربت منها وقعدت ايه، راحت مقمقة في ودنها كده، وقالت لها وسعي الان لي اخل الطريق بلا تواني. دلوقتي بسرعة وسعي لي الطريق من غير ايه، من غير تواني، يعني من غير تكاسل او كده، بسرعه ما تتاخريش، بس ساعه كده. فاجابت الاخرى بكبر، الثانيه برضو متشامخه ومتعظمه زيها ومتعجرفه، ها، وبتقول لها ايه، فاجابت الاخرى بكبر وهي متكبره، لست ابرح عن مكان، انا واقفه اهو ومش هتحتح من الحته دي، تقولي لي شمال تقولي لي يمين، انا واقفه لك هنا، عايزه توسعي وسعي، انت مش عايزه توسعي دي واقفه. واشتد بينهما اللجاج فهكذا تتدافع. عن عندك اللجاج اللي هو ايه في المعاني، بص كده على اللجاج اللي هو ايه في المعاني، ها،
اللجاج الخصام. يعني النقار والخصام تنوا ما بينهم جامد جدا، فهاجتها تدافع عن هما الاثنين، بقى راحوا هاجمين هما الاثنين على بعض، دي تخبط بالشلوت ودي تخبط بالدماغ وتدي اداها بالبوكس ودي تخبطها بالديل ودي تخبطها بالقرن. المهم ايه، الدنيا باظت ما بينهم هما الاثنين، قعدوا يلطشوا لبعض، اشتد بينهما اللجاج. وبعدين حتى هوت في لجة اليم الخضم الاسنتان، هما الاثنين وقعوا في قلب الايه، في قلب البحر. دي خبطتها بوكس جامد، راحت جايه مسنوده اليمادي، دي جت تديها بوكس تاني راحت ماسكه فيه، راح هما الاثنين واقعين في قلب الايه، في قلب البحر. طبعا هما الاثنين ايه، غرقوا. ودي كانت نتيجه عدم التسامح وعدم الايه، وعدم العفو. لو هي كانت وسعت لها الطريق 5 دقايق رجعت، ودي عدت، ودي راحت راجعه تاني، كان هما الاثنين، كان هما الاثنين نجوا. واحده كانت مستعجله راح للدكتور تقريبا او حاجه، فالاثنين ايه ريحونا، وطلعوا لنا النشيد اللي انتم شايفينه ده. فبيقول ايه بقى، ويلاه من عقبى التناهي في الشراسه والتفاني. بيقول يعني يا ويله، يا جزاؤه اللي هي ايه، اللي هي او والعاقبه السيئه بتاع الانسان اللي بيتناهى في الشراسه والتفاني، يعني في الشراسه والايه، في الشراسة والإيه والتفاني، يعني اللي هيتمادى في الشراسة وفي العنف، وما يبقى عنده، وما فيش عنده تسامح، وما فيش عنده أي نوع من التسامح، وإن هو يتنازل شوية ويركب دماغه. الشخص اللي هيعمل كده ده في النهاية بتاعته هتبقى إيه، نهايته نهاية إيه مش كويسة، هيهلك يعني وهيهلك. فبيقول أهوت، إن السلامة والكرامة في التسامح. اللي ده هدف النشيد، إن إحنا نتسامح، لأن التسامح والعفو واللين، نبقى لينين ونبقى متسامحين، ده يؤدي في النهايه الى الايه، الى السلامه والايه والكرامه. وعندك اهوت التفاني، يعني التفاني يعني التقاتل، التفاني يعني الايه، التقاتل، واللين يعني الايه، يعني اللين. فهدف الدرس كله ان احنا الايه، ان الانسان يبقى عنده نوع من التسامح ونوع من العفو، وما يقفش على الواحده لزميله او لاخوه، ويحاول يبقى فيه نوع من التغاضي عن الأخطاء عشان الدنيا إيه، الدنيا تمشي. يلا نقوله كمان مرة، التسامح والعفو الشاعر أحمد التاج في وسط قنطرة طلاق الذات من معجتا بالكبر ياء شهيرتان غليظتان عنيدتان إحداهما نظرت إلى الأخرى بعين الانتهاء، دنت تصيح الآن لي أهل الطريق بلا توام، جابت الأخرى لست أدرى عن مكان، اشتد بينهما اللجاج جتا تتدافعان، حتى هوت في لجة اليم الخضم اثنتان. خضم يعني الواسع، ها، ويلاه من عقبى التناهي في الشراسة والتفان، إن السلامة والكرامة في التسامح. تمام، قول كده المعاني. قنطرة جسم فوقينا طلاق التقابر، الكبرياء العظمة والتدبر، شهيرتان معروفتان غليظتان عنيفتان عنيدتان متكبرتان، اتهام الاحتقاق دنت اقتربت تصيح ترفع صوتها، اخلي افسحي بلا ثواني بلا تفسير، كسل كبر عظمة وتدبر واكرم. ها، لجت اليم المرد اضطرب البحر وتردت امواج، اليم البحر الخضم، الخضم الواسع. ها، ويلا حسرتان عقبى خاتمة وجزاء التناهي، تمادي الشراسة القلب، مقصود الحياة كريمة، سامح والليا ايه الحلاوة دي. يبقى اي نعجة
ما توقفش في طريق نعجة ايه تانية.